سمرة قتلتيني خفي من رب السماء وحدي لا تخليني كم يردي لي يردي لي سمرة قتلتيني خفي من رب السماء وحدي لا تخليني دن على ابو ونلقي طار لابو حركاته أخذ محبوب القلب خلاني بحسراته دن على ابو ونلقي طار لابو حركاته أخذ محبوب القلب خلاني بحسراته كم يردي لي يردي لي سمرة قتلتيني خفي من رب السماء وحدي لا تخليني شربتكم باردة وسطوحكم عالي والله قتلني العطش يلا ارحموا بحالي شربتكم باردة وسطوحكم عالي والله قتلني العطش يلا ارحموا بحالي وكم يردي لي يردي لي سمرة قتلتيني خفي من رب السماء وحدي لا تخليني. الله الله عليك، عاش صوتك صراحة، يعني امتعتنا بهذه الأغاني الجميلة حبينا. طبعا مشاهدينا راح نرحب بالفنان اللي انضم بحلقتنا لهذا اليوم، الفنان والعازف الموسيقي جاسم حيدر، اكيد نورتنا بوجودك ويانا بهذا الصباح. اهلا وسهلا، اكيد انا سعيد اكثر التقي، هاي يمكن اكثر من رابع مره التقي بقناه زاكروس، وانا اكيد سعيد انا اليوم امثل الاغنيه العراقيه اولا وثانيا الاغنيه المصلاويه، كوني مصلاوي وانا سعيد جدا اليوم حديثنا تكون عن الأغنية الموصلية. طبعا أكيد نحتاج إلى دعم أكثر من الفضائيات القنوات إلى اهتمام وإعادة الأغنية الموصلية بعد عودتها إلى حضان الوطن، وتحياتي إلى أسرة قناة زاكروس قناة العائلة، وأكيد أنا مستعد لأي سؤال وأي أغنية موصلية. طبعا اليوم عزوز بالبداية دا تشوف الفلكلور المصلاوي، يعني دا نشوف لابس الزي المصلاوي وهذا الزي كلش. نعم بالتأكيد أستاذ، احنا نتشرف بتواجدك قناة زاكروس الفضائية. أستاذ احنا نعرف أنه الفلكلور المصلاوي هواية متعدد ومتنوع، فأريد أسمع شيء مصلاوي. احنا بالموصل عدة ألوان، يعني مو بس داخل الموصل، احنا اي نعرف خارج الموصل عندنا اغاني المكونات الاقليات العراقيه. نعم. يعني اخوتنا اليزيدي عندهم لون، اخوتنا الشبك عندهم لون، اخوتنا الكاكائيه وايضا. نعم. الاميريه. نعم. وايضا أكيد المسيحيه. طبعا هو لان المكونات هوايه أكثر، واحنا بالموصل نعرف اكو اكثر من لون يعني بال، فانا راح اقول لكم عده الوان. اقول لكم اولا اللون المعروف في أغاني بعشيقة وبحزاني في الموصل. يلا خلينا نسمع. نعم. يا دلال يا دلال يا مدلل قلبي، يا دلال يا دلال والخاين دلال دلال، يا دلال يا دلال يا مدللت قلبي، يا دلال يا دلال والخاين دلال دلال. قد احبكي دلال امي ما تخليني تلعب على عقلي دلال للخلق تعطيني، قد احبكي دلال امي ما تخليني تلعب على عقلي دلال للخلق تعطيني دلال، يا دلال يا دلال يا دللت قلبي، يا دلال يا دلال والخاين دلال دلال. يا ما مسكنا ايد بايد من هون البحزاني، وبد ما صدق دلال فد يوم تنساني، يا ما مسكنا ايد بايد من هون البحزاني، وبد ما صدق دلال فد يوم تنساني دلال، يا دلال يا دلال
مدللت قلبي يا دلال يا دلال والخاين دلال دلال قربان هذا الحسن قربان هذا الطول اللي غشع طلعته صار بهوى مشغول قربان هذا الحسن قربان هذا الطول اللي غشع طلعته صار بهوى مشغول يا دلال يا دلال يا مدللت قلبي يا دلال يا دلال والخاين دلال دلال الأغنية معروفة في ناحية بعشيقة خذنا للزيدية طبعا هو الأغاني المصلاوية قريبة على الأغاني البعشيقية يعني نفس اللهجة طبعا دائما الأغنية الموصلية يعني بها يعني كلمات يعني بالقاف وبالغاء يعني نعم عدد نعم أستاذ بالنسبة للكلمات اللي تنكتب تكون عن قصص واقعية أم تكون من وراء خيال هو دائما كان الأغاني القديمة سؤال جميل أغاني القديمة كلها قصص قصص واقعية يعني نعرف احنا القرى قبل الحب بين شاب وشابة مرات يكون من يعني من منطقة لمنطقة أو مثلا مرات الحب يكون من دين لدين يعني مرات الحب تبادل يكون زين أسألك بخصوص هذه الأغنية مال يلا سعاد داس القطار شنو معناها هذا قصة شرحلنا شنو قصة يعني قصة يعني طويلة يعني بين شاب يعني كان من منطقة يعني حدود تركيا كان هو ساعي بريد فتعرف على بنت في الموصل حسب الروايات يعني نعم فصار حب بيناتهم فيوم من الايام يعني هاي ساعات كانت حلوه جميله يعني جمال عنده هذا فالحاكم او المسؤول المنطقه زوج سعاد فهذا الشخص سال قالوا كذا كذا يعني ما صدق فقالوا سعاد يعني ماتت يعني فهو يعني هالقصه يعني هو هذا هو اللي كتبها يعني هذا الشعر على سعاد عن طريق هذا القصه استاذ نقدر نسمع فشي ولا بصل الاساس هذا القصه تحبون الله ولا تقولون تحبون الله ولا تقولون سعاد وما ماتي تويوي دلال سعاد وما ماتي تويوي دلال ومن الظهر للمساء ومن الظهر للمساء بالنهر سايسنا اوي اوي دلال بالنهر سايسنا اوي اوي دلال جو الجسر وسبحنا جو الجسر وش قد تونسنا اوي اوي دلال وش قد تونسنا اوي اوي دلال تحبون الله قولون تحبون الله ولا تقولون سعاد وما ماتي توي اوي دلال سعاد وما ماتي توي على ضوك يا قمر على ضوك يا قمر تفاحل وحشنا اوي اوي دلال تفاحل وحشنا اوي اوي دلال ومن المساء للصبح ومن المساء للصبح اغدود حمغ شفنا اوي اوي دلال اغدود حمغ شفنا اوي اوي دلال حبون الله ولا تقولون حبون الله ولا تقولون سعاد وما ماتي توي اوي دلال سعاد وما ماتي توي اوي دلال عاش صوتك طبعا هي كلمات طويلة يعني الأغاني المصلاوية يعني يمكن 30 بيت 40 بيت 50 بيت تعرفون يعني اكو كلمه أنواع. تقولها بالاغنيه سعاد وما ماتي ما ماتت سعاد وما ماتت إيه. وراها اوي اوي دلال اوي اوي, أوي دلال شنو يعني اوي اوي دلال يعني هو يعني العبارات مثلا شلون شخص مثلا يعاني معاناته وحسر علينا يعني اكيد اكيد عباره مصلاوية هذا يعني كلمة مصلاوية نعم زين استاذ احنا يعني هاي اغاني تراثيه من الموصل بحته لحنها يختلف من اغنيه لاغنيه لو كلها نفس اللحن كل اغنيه يعني لاحظت انه هاي الاغنيه لحنها نفس لحن الاغنيه اللي سبقتها لا الايقاع نفس الايقاع
نفس المقام بس تغير يعني مو لو اغاني المصلاويه يعني متعلمه اغاني كلها ايقاع جورجيني هاي ايقاع جورجيني هي اساس الاغنيه العراقيه من الموصل من عثمان الموصلي بدا التراتيل الدينيه فتغيرت من تراتيل الى اغاني عاطفيه. خلي شويه نتعرف على الفنان جاسم حيدر والملحن ايضا. مثل ما نعرف انه حضرتك اعلامي وملحن وفنان. فنريد نعرف يعني شلون كان بدايه مشوارك يعني بشنو بلشت اول يعني بالتقديم لو بالغناء. بالغناء يعني اكيد كان بدايتي بالثمانينات. يعني عندك اغاني خاصه بحضرتك؟ عندي كان برنامج اصوات شابه كان بالثمانينات اللي عنده استاذ فاروق هلال وكان هناك فنانين من كل محافظات يعني من الموصل قدمت قدمت من الموصل جيت لبغداد بس قبل هذا ايضا كان عنده اعمل في قناه تلفزيون موصل يعني في الثمانينات بدايه الثمانينات كنت طالب في معهد اعداد المعلمين كان هوايتي يعني بداياتي كانت من قبل نهايه السبعينات يعني كان اكتشاف برنامج اكتشاف مواهب قبل هذا كنت وانت يعني دخلت في مراكز الشباب كنا في مركز شباب الموصل كان هناك ايضا الفنان كاظم الساهر كان موجود في مركز الشباب اللي كان يقودنا المرحوم طه حداد كان زملاء احمد مصلاوي فنان معروف اذا كان وياي انا اشوف يعني حضرتك شامل من كل الاسمار تحسين حداد من كل مجالات الفن يعني نعم مثل ما تعرفنا انه انت ملحن ومطرب واعلامي انت ايش تفضل تكون بهم والله انا اكيد كل يعني انا اشوف نفسي بكل المجالات اقرب الى قلبك هي مو انا اقرب شنو واحد مكمل ثاني انا من يعني قليل اقدم برنامج يقدم برنامج فني يعني قليل شوف يعني قليل مقدم قدمت برنامج اطفال قدمت برامج اطفال بدايتي كان برامج اطفال في تلفزيون الموصل كان برنامج اطفال اقدم واغني للاطفال يعني انا معروف ايضا اغاني الاطفال عندي كثير يعني اكثر من 100 اغنيه مال الطفل عندي الحاني والاغاني ايضا العاطفيه والوطنيه زين خلي نحكي شويه عن العود يعني مثل ما تعرف اكو هوايه الات للعزف يعني انت اختاريت بالاخص اله العود نعم حتى انت حبا يعني بها لو مثلا هي صدفه وياك لا مو كل فنان لا بد يكون مطرب يعزف عود حتى يكون يعني انا مثلا عندي حفله مثلا خاصه او حفله مثلا زين بدايه بالبدايه يعني لقيت بها صعوبه طبعا تعلمت طبعا مو بسهوله واحد يتعلم على اله العود عود صعبه العود عود والكمان الالات الوتريه صعبه جدا يعني عود وكمان وقانون اما الاورج مثلا تقدر واحد يقدر يتعلم الاورج بس العود صعبه فهو قلت لك يعني من خلال بداياتي من كنا شباب نتوجه الى مركز شباب الموصل بالدواسه كان زملائي فنانين ذكرتهم كان المرحوم طه حداد هو اللي علمنا عود يعني كان بدايته غني بس بعدين شفت نفسي لازم اتعلم عود يعني كل فنان عنده سلاح لابد عنده سلاح انا شو مقدم برنامج عنده سلاح قلم ماله يكتب نعم استاذ استاذ احنا مثل ما نعرف انه انت تغني كل الفلكلورات المصليه عفوا المصلاويه اريد اقرب اغنيه فلكلوريه مصلاويه الى قلبك اريد اسمعها منك والله يعني اريد نسمع ذوقك بالفلكلور المصلاوي اكثر اغنيه تحبها مو انا بصراحه هي الاغاني المصلاويه كلها كلها حلوه بس انا يعني اريد انه انت واحده دائما تدندنها بينك وبين نفسك لابد ما عندك اغنيه هو شوف دائما غنيت اول اغنيه كم يردلي هالاغنيه اعتبر سلام الجمهور الموصل يعني من تقول يردلي هذا مصلاوي يلا خلينا نسمع لا غنيتها بس اغني لك غير اغنيه يلا نسمعها نسمع غير هاي ظن بالاعراس دي قومي يا ميمتو وتباهي بقامتو دي قومي يا ميمتو وتباهي بقامتو هذا جاسم المدلل ليلة غدا حنتو هذا جاسم المدلل ليلة غدا حنتو دي قومي يا ميمتو وتباهي بقامتو هذا جاسم المدلل ليلة غدا حنتو يا ماشطة مشطيها بسطوح العالي قاعديها او يا ماشطة مشطيها
وبسطوح عالي قاعديها بالله لا تألميها ومعلمي على الدلالي ومعلم على الدلالي ولو تخشع الشعر عليها مشط الذهب لايق عليها ولو تخشع الشعر عليها مشط الذهب لايق عليها وبالله لا تألميها ومعلمة على الدلالة تنزلي وتدحرجي اسطوحك العالية واستقبلوك البنات والعامة والخالية تنزلي وتدحرجي من اسطوحك العالية واستقبلوك البنات العامة والخالية غالية يا الغالية سعاد يا الغالية أو غالية يا الغالية حيفاء يا الغالية جبنا الألل والختن والعامة والخالية جبنا الألل الختن والعامة والخالية وتلبسوا ماله وتشتحوا ماله أبوها تاجر حلب شيال الحماله وتلبسوا ماله وتشتحوا ماله أبوها تاجر حلب شيال الحماله أو غالية يا الغالية سعاد يا الغالية أو غالية يا الغالية حيفا يا الغالية واستقبلوك البنات العامة والخالية واستقبلوك البنات العامة والخالية ويا سماق يا سماق أكلي دهيني وما تنضاق يا سماق يا سماق أكلي دهيني وما تنضاق طبخنا سماق بدا عزمنا كل الجماع طبخنا سماق بدا عزمنا كل الجماع واشتغل قط الاصبع واشتغل قط الاصبع والمعالق جيق وجاق يا سماق يا سماق اكلي دهيني وما تنضاق يا سماق يا سماق اكلي دهيني وما تنضاق الله الله على هذا الفلكلور المصلاوي عرفت شغله اني من جيق وجاق لا مو جيق وجاق يا سماق أكل دهيني ما تنضاق زين هذه الأغنية شنو قصتها بيها قصة؟ كل أغنية مصدر كل أغنية تجسد قصة واقعية ايه كل حلقة لازم أحكي لكم عن أغنية قصة محابين يعني أكيد المشاهدين هذين هاي الأغاني طبعا يعني إضافة إلى أنه هي حلوة نلاحظ أنه لازم واي ناس تسمع بس ما يعرفون شنو قصص هذه الأغاني اليوم نحتاج أيضا القنوات الفضائيات قناة زاكروس لا بد يكون كل أغاني في الكلور نحتاج إلى إعادة الأغنية العراقية مو بس موسيقى أغنية عراقية كردية جنوبية الفراتية نعيد الأغاني إحنا أكيد رح نتحدث بهذا الموضوع بالتأكيد أستاذ هاي الأغاني تعتبر واحدة من أغاني التراثية العراقية وليست فقط من الفلكلور المصلابي لما الفلكلور البغدادي البصراوي أنت تعرف أنه أكو هواية أطوار للأغاني خاصة بالعراق لأنه العراق بلد الفن بلد الجمال ينبع من عنده كل الفنانين وشكو شيء جميل أكيد رح تلقوه بالعراق نسألك أريد أسمع فد شيء أستاذ يعني إذا ما بيها زحمة أريد أسمع اليوم رح نخلص أغني... إحنا بس أغنية نسمع أغنية بغدادية بما أنه إحنا أكيد يعني البغداد بعد العاصمة بما أنه إحنا يعني سمعنا لفلكلور المصلاوي تمام فأريد نسمع فد شيء هم من التراث أوكي رح أسمعكم مجموعة أغاني المقاطع سريعة تراثية زارني صاحبي فلم يرى مني شيئا فقلت التمسني فبقى حين لم تجدني يداه أحبابي شلون حالتكم بعدنا اش بدي أنا وانتو والله اش بدي انا انتو عن بعدنا ان كان انتو نسيتو بعدنا بذكركم
كل صباح وكل مسي سبحان جمعنا بغير ميعاد فرحنا والفرح بالخير تنعاد سبحان جمعنا بغير ميعاد فرحنا والفرح بالخير تنعاد أحباب وتلاقينا تعاتبنا وتراضينا سبحان جمعنا سبحان جمعنا بغير ميعاد هذا منو دق الباب يمكن يجون الأحباب هذا منو دق الباب يمكن يجون الأحباب سيروا علينا لمفارقينا خل تفرح اليوم روح الحزينة والله روح الحزينة أنا وخلي وتسامرنا وحجينا نزهة من البدر شاهد علينا أنا وخلي وتسامرنا وحجينا نزهة من البدر شاهد علينا والعذاب تنسى عبير الورد اشتم على شاط النار جينا وغدينا أنا وخلي نوخلي وتسامرنا وحجينا سلم علي بطرف عينا وحاجبا ودت تحية وزين يا رب واجبة سلم علي أو سلم علي وخاف لا يشوفونا لا عداوة وياي منعونا لمر الأسمر كلهم يحيونا لمر الأسمر كلهم يحيونا يا هلا بجيتك يا حبيبي ومرحبا سلم علي وياك روح الحبيب وياك روح ما اقدر على فرقتك وياك وياك بابا خذني لا تروح وتعذبني لك وياك بابا خذني لا تروح وتعذبني ما اقدر على فرقتك وياك روح وجيت اهل الهوى واشتكي من الهوى والله اليوم يعني صراحة سويت لنا جو بالصباح أجواء جميلة أجواء مصلاوية تراثية أجواء البغدادية يعني كلش سعيدين اليوم بوجودك ويانا
واكيد طبعا تحياتنا لاهالي الموصل، وان شاء الله يا ربي ترجع الموصل مثل قبل واحسن بعد، لانه هي هذه المدينه اللي تتميز بخضارها بجمالها باهلها ناسها الطيبين، فيا ربي ان شاء الله تعود الموصل. آمين. آمين ان شاء الله. بالتاكيد بالتاكيد استاذ احنا نشكر وجودك اليوم، انطيتنا معلومات جدا مفيده بخصوص الفلكلور العراقي، وعينا الناس انه الفلكلور العراقي الى حاجه. ننتقل وياكم احبتي المشاهدين الى فاصل، بعدها راجع لكم.